باسم اتحاد ثوار حماة. أبو مهدي، بداية هناك خبر عاجل نقله ناشطون عن وقوع انفجار ضخم في مدينة السلمية استهدف مقر شعبة حزب البعث، هل لديك أي معلومات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحفظ على شهدائنا والشفاء جرحانا والحريه لمعتقلينا. هذا الانفجار سمع الى ريف مدينه سلميه بشكل كبير جدا، استهدف مبنى امن الدوله الذي ادى الى تدمير شبه كامل للمبنى وسقوط العديد من القتلى في صفوف الشبيحه، والى الان ما زال هناك انتشار امني واضح جدا في مدينه سلميه. نعم، طيب ماذا عن آخر التطورات في حماة، خصوصا في مناطق في الريف الشمالي كرناس، كفر زيتا، طيبة الإمام تتعرض للقصف؟ نعم، في الريف الحيوي تم قصف مدن مبدات كفر زيتي واللطامنه وكرناز وعقرب وكسنبوده. شهدت بلده اللطامنه سقوط اكثر من 30 جريح في قصف عشوائي منذ الصباح الباكر الى جمار الصواريخ، حيث شوهدت هذه الصواريخ تخرج من مطار حماة العسكري وايضا تم قصفها بالطيران الحربي، والنتيجه هي سقوط شهيدين على الاقل، وكما ذكرت عدد من الجرحى. هذا وقد تم قصف بلده كرناز ايضا بغارات جويه، ولكن تضرب لها الجيش الحر الذي ادى الى انسحابها، وايضا تم قصف بلده كفر زيتي بطيران حربي ادى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، ولكن والحمد لله تمكن الجيش الحر من اسقاط هذه الطائره، وكل هذا القصف دفع الجيش الحر الى حفر خندق تحت الارض من اجل حمايه المدنيين العزل من اصابتهم باي سوء من خلال قصف عصابات اسد بالمرامين المتفجره وبالصواريخ وبرجمات الصواريخ. طيب ماذا عن وضع الإعدامات الميدانية خاصة في حماة عند القلعة؟ معلومات تحدثت عن إعدام رجل أمام ابنته، وقاموا أيضا بخطف ابنته، هل كان هناك إعدامات ميدانية أخرى هناك؟ نعم، الإعدامات الميدانية في ازدياد وتشهدها مدينة حماة دائما عند اقتحام أحياء مدينة حماة. اليوم تم اقتحام العديد من أحياء مدينة حماة، إعدامات ميدانية يشهدها، وذلك من خلال بعض الإخباريات التي تأتي من المخبرين التابعين للنظام في هذه الأحياء. يأتي الأمن ويقتحم الأحياء ويقوم بإعدام بعض عناصر الجيش الحر المتواجدين في الحي. نعم، أبو مهدي الحموي ناطق باسم اتحاد ثوار حماة، شكرا جزيلا لك. أفاد الجيش السوري الحر بتمكن عناصره من السيطرة على حاجز المشلق